نخصص الفقره هنطلع دلوقتي التقرير. قبل ما اقول التقرير ايه بالظبط، الحقيقه انا نفسي، انا من احلامي اروح ازور المنطقه اللوجستيه في الغربيه، ونفسي اقابل شخصيا الباشمهندس اشرف دوس، واتمنى ان يبقى فيه زي الراجل ده ناس كتير قوي في مصر، يعني اللي بيدخلوا مكان فيحولوه لحاله اعظم وارقى وحاله مهمه تفيد المجتمع وبالتالي تفيد البلد. المنطقه اللوجستيه بالغربيه الحقيقه كل يوم بيحصل فيها انجاز كبير جدا. الاسبوع اللي فات تم افتتاح 4 مشروعات كبرى، منها وصله الطريق الدولي اللي بتخدم المنطقه، كمان تم افتتاح مركز تدريب ماتريكس هيرزون اللي بيقدم شهادات في الذكاء الاصطناعي واداره الموارد البشريه، والشهاده دي معتمده من شركات عالميه. منظومه النجاح بقى دي كلها بيقودها العظيم الباشمهندس اشرف دوس، اللي حقيقي بيستحق كل الشكر على كل حاجه بيعملها للمجتمع ولمصر. الراجل ده ما شاء الله، يعني زي ما قلت يعني سابق عصره بكتير جدا جدا، ويا رب يكتر من امثاله. عنده فكره ورؤيه وجرأه، وعنده علم وعنده دراسات اقتصاديه كبيره جدا جدا. احنا محتاجين زي الباشمهندس اشرف في كل المجالات. تعالوا بقى نشوف التقرير ونفرح كلنا باللي هنشوفه. النهارده واحنا بنتكلم على هذه المنطقه اللوجستيه اللي بدات حوالي شغل كامل 3 سنين، نقدر نبص لها هنجد ان هذا العمل عمل عظيم جدا، حجم استثمارات كبيره جدا، حجم عماله ليست عماله عاديه، عماله متدربه، عماله فنيه، عماله بقت تعرف يعني ايه بيع التجزئه، يعني ايه بيع الجمله، يعني ايه كل هذا الموضوع تم هنا. وفي نفس الوقت 80% منهم من اهالينا في الغربيه سعداء، واحنا موجودين مع معالي الوزير المحافظ طارق بيه رحمي واشرف دوس، هو يقدر يحكي لكم ما هو تاريخ هذه المنطقه وما هي الصعوبات التي كانت تواجهه، وكيف بالتعاون التعاون التعاون ان احنا قدرنا وافتتحنا هذا الطريق المحوري الهام جدا الذي يحيي هذه المنطقه الهامه، ليس فقط بالنسبه للغربيه ولكن بالنسبه للدلتا. بالتنسيق مع هيئه الطرق والكباري ووزاره النقل، اضافه الى المحليات وخاصه محافظه الغربيه، قدرنا النهارده ان احنا نفتتح طريق الحقيقه يؤدي الى يسر ودخول المنطقه التجاريه اللوجستيه. وهذه المنطقه الحقيقه هي الاكبر في منطقه الدلتا، وان شاء الله يعني هتشوفوا كم من الافتتاحات خلال هذه الجوله. النهارده طبعا شرفنا معالي الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، وافتتحنا معرض لخدمه السيارات وبيع السيارات، وسمعنا راي ابناء المحافظه وازاي قد ايه سعداء بان في توكيل هنا بدل ما بينزل القاهره بدل ما بينزل الاسكندريه عشان بس يعمل صيانه للعربيه. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا النهارده اول سوق مركزي خارج القاهره، الحمد لله ان احنا تميزنا ان احنا نقدر نقول اول سوق مركزي لخدمه المواطن داخل المحافظات. وبصراحه زي ما قال معالي الوزير ان احنا تميزنا في ان احنا ناخد الخطوه او ناخد الفكره حسب توجيهات رئيس الجمهوريه والحكومه، وكنا اول ناس تنفذ سوق مركزي خارج القاهره. الطريق اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ده اللي بيخدم المنطقه اللوجستيه اللي مخطط افتتاحها حاليا، وبيربط طريق طنطا كفر الشيخ، وهو طريق مهم جدا لانه بيربط على كل شبكه الطرق اللي موجوده، ويسهل حركه المرور لحركه النقل الثقيل وحركه التجاره ما بين المنطقه اللوجستيه وكل الطرق المحيطه بيها وكل المحافظات المحيطه بيها. النهارده سياده الوزير بيتفقد المنطقه اللوجستيه في طنطا، وهي احد المناطق اللي تابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه، ممثله في جهاز تنميه التجاره على مساحه 86 فدان، تم افتتاحها على اكثر من مرحله. النهارده سياده الوزير بيفتتح بعض المشروعات اللي تابعه للقطاع الخاص داخل المنطقه التجاريه، بالاضافه الى وضع حجر الاساس لاول سوق جمله داخل محافظه الغربيه، وبالتالي ده كان توجيه من فخامه الرئيس ان يبقى في اسواق مركزيه بمعدل سوق جمله مركزي داخل كل محافظه.